يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كيبورد، نتناول كالعادة فيها آخر مستجدات ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار والفيديوهات، فأهلا وسهلا بكم. اليمنيون يحتفلون بالثلاثين من نوفمبر، الذكرى 49 للاستقلال. وحكومة ميليشيا الحوثي تشعر صفحات التواصل الاجتماعي بالتهكم والسخرية. الممثل اليمني محمد أبلان يتأهل للمرحلة الثانية في مسابقة عرب كاستينج. ومستخدمو فيسبوك يفضلون توريث حساباتهم بعد موتهم. وإنستغرام يبلغ المستخدمين بالسكرين شوت. وضيف كيبورد في هذا الأسبوع الفنان الشاب العدني عمرو ياسين. أحيا آلاف اليمنيين ذكرى استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر، فخرج المواطنون في عدن وتعز ومأرب وحضرموت يحتفلون بهذه الذكرى التي تشكل مناسبة مهمة عند الشعب اليمني بأكمله. وبهذه المناسبة أطلق ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان 30 نوفمبر، نشروا فيها صور وفيديوهات من الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة. خلونا نشوف هذا الهاشتاج مع بعض. المنشورات كثيرة، لكن اخترنا لكم هذه المرة صور من هذه الفعاليات من كل المحافظات. خلينا نشوفه. احرار كنا للثورة منار، عشنا سنين ثوار من اجل نعيش. احرار كنا للثورة منار، عشنا سنين ثوار من 14 اكتوبر يوم البركان تفجر. من 14 اكتوبر يوم البركان تفجر، يوم النصر الأكبر، يوم الثلاثين، يوم الثلاثين، يوم الثلاثين، يوم الثلاثين، يوم الثلاثين نوفمبر. وما زلنا في عدن الجميلة، عدن عدن الهوى زي ما قالوا فيها ملون. كمان انتشر هاشتاج خلال الأسبوع الماضي بعنوان عاشوا العدنية، تصدر الفيسبوك وتويتر. تضمن هذا الهاشتاج كل ما هو جميل في عدن، وكأنك تشتم رائحة البخور العدني وتشرب شاي حليب في مقهى سكران وعبدان وتسمع الأغاني محمد سعد عبد الله وأحمد قاسم والمرشدي. نشوف هذا الهاشتاج مع بعض. وما يقعش نذكر الاحتفال بعيد القلاء ونذكر كل شيء حلو وجميل بعدن وما نمر على الأكلات العدنية الشهيرة واللذيذة. لكن هنا معانا مساحة خليناها لأشهر مجموعة في الفيسبوك للأكلات العدنية، كيف تحضر مكوناتها بطريقة سهلة وبسيطة خصوصا للعزاب. خورتي أو خورت لأي أكلة عدنية وما عرفت كيف تعملها، أدخل مجموعة سيسر عدني. هنا نشوف المجموعة.
على الرغم من الأوضاع البائسة التي يمر بها الشعب اليمني واشتعال المعارك في أكثر من محافظة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطحنه، إلا أنه ما زال يتمتع بروح الدعابة ويعبر عن قرفه من الوضع بالسخرية والتهكم. فبعد دقائق من إعلان ميليشيا الحوثي عن حكومتهم، اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بالنكات والسخرية، وكان النصيب الأكبر من نصيب حسن زيد الذي تمت عيونه وزير للشباب والرياضة. جمعنا لكم بعض هذه النكات، خلونا نشوفها مع بعض. وين ما راحوا اليمنيين أبدعوا ونجحوا في جميع المجالات الفنية أو غيرها. في الأسبوع الأول تأهل الفنان عمار العزكي في مسابقة عرب آيدل، وتحف الحاضرين بصوته الجميل هو ورفاقه فؤاد الهتار والفنان عبدالله الخليفي، الذي قدموا مقطوعة من كلمات القمندان وأبهرت الجمهور وأشعرت مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا نسمع بعضا من هذه الأغنية. وانا احبك يا سلام، ويا سلام عليكم. فنان يمني اخر في مجال التمثيل ايضا، لكن في برنامج اخر، وهو برنامج عرب كاستنج، يتأهل الى المرحلة الثانية ويبهر لجنة التحكيم وياخذ موافقة الجميع. الفنان محمد ابلان ممثل اليمن في برنامج عرب كاستنج، أخذنا كالعادة تصريح خاص من محمد لبرنامج كيبورد، خلونا نشوفه مع بعض. محمد أبلان ممثل مسرحي مشارك في مسابقة عرب كاستينج سيزن 2 الموسم الثاني. عرب كاستينج تجربة جدا جميلة، تعرفنا فيها على شباب ومن كل أقطار الوطن العربي، فنانين على مستوى كبير جدا، وفتحنا فيها علاقات ومعرفة جميلة وتجربة جميلة جدا وما زالت مستمرة إن شاء الله. أحب أشكر قناة بلقيس وكل المتابعين، كل من شجعني ووقف معي وعلق ومشارك الموضوع، وإن شاء الله يا رب أنه أقدم شيء يليق بمستوى الفنان اليمني، وإن شاء الله يا رب أنه اللي بقدمه في المسابقة ينال استحسانكم. أدى عطل كهربائي في طائرة كانت تقل فريق برازيلي لكرة القدم إلى مقتل كل من فيها، وتعتبر أسوأ كارثة جوية في كولومبيا.
حيث أصيبت كرة القدم العالمية بالصدمة، وبدأت التعازي تتدفق من شخصيات بارزة في هذا المجال، ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان الطائرة المنكوبة. خلونا نشوفه. يستمر تطبيق إنستغرام كالعادة في استنساخ خصائص تطبيق سناب شات للتراسل عبر الصور والفيديوهات. هذه المرة كانت آخر خدماته المستنسخة هو إنذار إنستغرام للمستخدمين بعمليات التقاط الصور اللي هي سكرين شوت اللي نعرفها في برنامج سناب شات الإنبوكس، ويرسلها عبر الإنبوكس عبر تقنية الاختفاء، وهي أيضا مأخوذة من سناب شات، وتقوم على فكرة إرسال صور تختفي بعد مشاهدتها مباشرة من قائمة الرسائل الخاصة بين الشخصين. وإلى فيسبوك، كشفت دراسة حديثة عن رغبة أكثر من نصف مستخدمي موقع فيسبوك في المملكة المتحدة في الإبقاء على صفحاتهم على المواقع بعد وفاتهم. وأفادت الدراسة بأن 52% من البريطانيين يودون أن تحدث حساباتهم على الموقع بعد وفاتهم، ورشح ثلثهم شخصا لتولي الأمر وفقا لموقع شبكة بي بي سي. وأشارت الدراسة إلى أن 35% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أنه يجب حذف حساباتهم بعد الموت، علما أن الدراسة شملت 1000 بالغ في المملكة المتحدة. وإلى أغاني زمان لها إيقاعها الخاص، فلما نسمعها نسترجع ذكريات زمان بكل تفاصيلها. الزمن الجميل. وإلى الزمن الحاضر، أغنية جديدة لشباب تعز المبدعين بعنوان الراتب، خلونا نشوفها مع بعض. بحلم بيك أنا بحلم بيك تريرين، بشوائي مستنيك تريرين، وإن ما سألتش فيا
يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. الصباح فتحي عليم والجيب مفيش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الأمل بابك يا كريم. صباح صباح فتحي عليم والجيب مفيش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الأمل بابك يا كريم. صباح صباح فتحي عليم والجيب مفيش ولا مليم، بس المزاج رايق. ومثل ما يبدع اليمنيون في كل المجالات وتشوف بصمتهم في كل شيء، المرة هذه جمعوا أسماء ماركات ومنتجات عالمية ومعروفة وأخرجوها بشكل حلو، وربطوا أسماء هذه الماركات والمنتجات بأمثال معروفة في اليمن. نشوفه مع بعض. وصلنا كالعادة إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم فنان له صوت عذب وله بريق خاص تطرب له الآذان وتنغم به القلوب المتعطشة إلى سماع الأغاني الطربية. أنا شخصيا أنجذب كثير إلى صوته. ضيفنا هو الفنان الشاب عمر ياسين. وحتى الشام يا ولدي تموت بحسرة أكبر، هنالك لو ترى حلبا فحق الطفل قد سلبا. اسقني واشرب على أضلاعه واروح عني طالما الدمع راح. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. جميلة يا عدن يا جنة الدنيا، يا آية في اهلا بك يا عمر. اهلا وسهلا فيكم، واهلا بك بك يا كرم، واهلا بالجمهور الكريم والمتابعين الكرام على شاشه بلقيس، شاشه كل اليمنيين. اهلا وسهلا بك، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه. النور نوركم، وشكرا لكم على هذه الضيافه الكريمه. المشاهدين انطربوا فيك ونحن انطربنا كمان، الفريق كله انطرب الى الاغاني اللي سمعناها قبل شويه. انا في ذلكم، هذه مقاطع الحمد لله يعني حاجه بسيطه والحمد لله. جاهز للأسئلة معنا يا عمر؟ أكيد جاهز بكل قوة. أول سؤال، أوصف نفسك بكلمة. بسيط. شخصية تأثرت فيها. الفنان والمطرب المغربي رشيد غلام. أكثر سؤال يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي. والله بالنسبة لأكثر سؤال يزعجنا، أنت ليش تغني؟
طيب يا جماعة يعني يقول لك ليش تغني، مفروض ما تغنيش، مفروض يا جماعة الخير يعني مش هو بالغناء بالمعنى، هذا فن، والفن ينقسم يعني عدة أنواع، زي ما في إنشاد متطرف، في فن، في أغاني هابطة، في فأنا أقدم شيء وسطي. نعم. والشيء اللي أظهر به الآن والأغاني الطربية هذه مولع به أنا من صغري، مش إن أنا يعني كنت شيء وصرت شيء، يعني أنا أحب الشيء الوسط، لا هو شيء هابط ولا هو شيء متطرف. جميل. فنان. هذا السؤال تعبنا كثير، بالذات تعبنا كثير. حلو. وهذا ردك لهم وكفيت ووفيت. فنان تتمنى مقابلته؟ الفنان رشيد غلام. الفنان رشيد غلام. رشيد غلام فنان. ايش سبب اتجاهك للغناء الطربي؟ سبب اتجاهي للغناء الطربي فن تحس فيه، فن راقي، فن جميل، فن يستمع له جميع الناس، ممكن يعني ممكن تلاقي المصري، المغربي، السوري، اليمني، الجزائري، الاردني، يعني جو يعني جو شامل، ممكن الناس كلها تسمعه، ممكن انت من خلاله تظهر للناس جميعا، يعني ما تكونش محدود على فئه معينه من الناس. يا سلام يا عمال. كيف تحولت من مجال الانشاد الى مجال الفن؟ ما تقدرش تقول انه تحول، انما يعني انا مولع في بالانشاد، بالموشحات، بالاغاني الطربيه من زمان، يعني هذا هو قوي من زمان، فانا يعني كنت انتقلت هذه الانتقاله اللي انا شفت انه بالمجال الطربي، اذا ظهرت للناس بالمجال الطربي اللي انا يعني اعتبر 1 أو 2% مميز فيه، فظهرت للناس بحكم ان انا يعني ممكن الاقي رواج كبير، والحمد لله يعني لقيت قبول من الناس بشكل كبير. يا سلام. وحابب اظهر يعني اظهر الى مجموعه شريحه كبيره من الناس، بحيث ان انا حتى لو اجيت اقدم العمل اللي فيه الرساله الناس تتقبله. شيء تحلم فيه ولم تستطيع تحقيقه؟ عمل انتاج عمل ضخم يعني بمستوى راقي، يعني جميع الاعمال اللي ممكن تقتنع توصل الى عملين او الى عمل، وعاده بمجهود شخصي ويلا العافيه. يا سلام. لكن الشيء اللي اطمح فيه انه يكون عمل انتاج عمل على انتاج عمل جميل. ايضا خليك على طموحك وتتوفق. اذا عرض عليك منصب سياسي ماذا تتمنى يكون؟ انا ولا لي دخل. ما طيب، هل تتقبل النصيحه؟ نصيحه بقلب بصدر رحب اتقبل النصيحه، بس اي كان سواء كانت نصيحه او انتقاد او اي شيء. اكثر شخص تسمع منه النصيحه؟ الوالد والوالده حفظهم الله. اكثر كلمه تكررها؟ اكثر كلمه اكرر اكثر هذا السؤال ما ضربنا حسابه. اكثر كلمه اكرر الطرب. ايش الطرب؟ كم تقضي وقت في جهاز الكمبيوتر؟ جهاز الكمبيوتر تقدر تقول من الساعه 7 الى الساعه 12 وانا فوق جهاز الكمبيوتر، لعب كوبا يعني نشوف لنا لعبه كذا، نشوف لنا حاجه، انما فوق التواصل الاجتماعي فوق الجوال، يعني ما امسكش الكمبيوتر نهائيا، الكمبيوتر امسكه وقت الليل. فنان تسمع له دائما؟ فنان اسمع له دائما مجموعه فنانين طربيين، لكن الفنان الكبير بشكل كثير اسمع له وتابعه اول باول، لان انا مولع زي ما قلت لك بالفنان المغربي رشيد غلام. تحب الاكلات البحريه؟ نعم او لا؟ والله نعم وبقوه، بيتيك مطعم الكوثر يعني كيف تشوف. تمام تمام، يعني معقوله بحريه اكيد اكيد. طيب، لحظه سعاده في عمر؟ لحظة سعادة لما الوالد والوالدة والأهل كلهم يتابعوك من خلف الشاشات، يعني لحظة سعادة وعز وافتخار كمان. يا سلام. لحظة حزن؟ لحظة حزن لما تقفلت صفحتي بالفيسبوك. لما إيش؟ لما تقفلت صفحتي على الفيس، قمة القهر والباطل. مش إلا حزن بس. موقف محرج؟ موقف محرج في حفل 14 أكتوبر. الحفل اللي قاموا نادي عدن للإعلام، بعدين طلعت في المسرح كانت فقرتي قريب من اذان الظهر بشويه، تمام، طلعت اديت فقرتي الغنائيه اللي هي جميله يا عدن، فلصوا الاغنيه من اللاب، وبدات انا احرك لقفي على اساس ان انا عم اغني لايف وحركات تاملات، فصادف اذان الظهر وانا اغني. يا سلام. واحد من الجمهور قفز يقول اذان. طيب انا اوقف رقفي اسكت ولا؟ طيب حتى لو سكت انا الاغنيه تمشي من اللاب، فجلس اوقف رقفي واشتي اغني، يعني اطلع واس كانه بلقفي بطاطا حامي زي ما تقول. ما قدرت امشي مرسي على بر.
رجعت غلقت يعني غلقت وخرجت نزلت استغفر ربي بعدين. طيب موقف مؤثر. موقف مؤثر. موقف موقف مؤثر الشيء الحاصل بالوطن العربي بحلب سوريا بتعز في جميع الدول العربية أغلبية غير كثيرية الدول العربية اللي تشاهد بعدن الشيء الحاصل بعدن في محافظة عدن يعني شيء مؤثر جدا. وال يعني واحد نزل مسكين من السعودية قبل فترة بسيطة قال لي يا أخي خاف الله قال لي عدن يعني دهورت بشكل كبير. صح صحيح صحيح. لكن نتمنى بإذن الله الخير من الله إن شاء الله. بإذن الله خير قادم. أكثر وسيلة تواصل أكثر وسيلة في شبكات التواصل الاجتماعي تستخدمها؟ الفيسبوك. شهادة أو جائزة فخور فيها؟ شهادة من شهادة من الفنانة رنا الحداد. هدفك في الحياة؟ هدفي في الحياة الوصول والرقي للناس بفن هادف وفن راقي. ممكن يوصل رسالة إلى الناس أناقش قضايا المجتمع من خلال صوتي الذي وهبناه الله الحمد لله. وأتمنى برضو يعني أمنية بسيطة من محافظة عدن أو من المحافظة أو من اللي يسمعنا الآن أنه نشكل جمعية رعاية المبدعين لأنه صراحة في ناس كثيرة مبدعة في عدن في عموم الجمهورية ما لاقتش حقها الكافي بالظهور. صحيح. يا عمر تعيش قصة حب؟ لا. تفضل الزواج التقليدي أو عن حب؟ عن حب أفضل. طيب أجمل مكان زرته؟ أجمل مكان زرته الصهاريج. الصهاريج. اختتمنا طيب. معك هذه الحلقة يا عمر لكن الآن بحاجة لكم. إلى أن نسمع أغنية بصوتك الجميل على طول وأنا يعني تحت الاستعداد إن شاء الله. بتسمع نحن أغنية وطنية أو أغنية طربية لكن نحن نشتي الاثنين صراحة. خلاص على طول يعني نحن جاهز أنا مستعد يعني أقترب لك مسجل إم بي 3 كمان. الله يخليك الله يسعدك الله يسعدك. يلا سمع نحن. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. أنا للغريب أن يرى يومه القريب شاطئ الحياة. أنا للغريب أن يرى حما يومه القريب شاطئ الحياة. والمنى قطوف في السماء تطوف انقر الدفوف انقر الدفوف. يا سلام يا عمر يا سلام يا سلام. السلام عليكم. بجد صوت جميل. الله يسلمك يا كرم. جاهز لاغنيه وطنيه بسيطه لكن اكيد اكيد يعني حاجه بسيطه يعني. هات ممكن الاجابه هات. اوعدك اني اعيش العمر مخلص لك امين. اوعدك اني اعيش العمر مخلص لك امين. انت اللي تستحقي انت اللي تستحقي كل حبي والحنين. الله يا عمر
شكرا لك. استمتعنا معك وتحب تقول حاجة المساحة والبرنامج لك. والله يعني أعطيكم كل شكري وكل امتناني لقناة بلقيس وكل الطاقم الحاضر معنا بحكم يعطاهم الفرصة لنا ويعطاهم الفرصة للشباب المبدعة في عموم الجمهورية وإظهارهم للناس. أحب أوجه رسالتي اللي وجهتها أول وعيدة وأكررها مرة ثانية. أريد يعني أتمنى من المسؤولين، أتمنى من رجال الأعمال، أتمنى من دعم المواهب الشابة ودعم الأشخاص الموهوبين سواء حتى يعني أقل القليل بالكلمة ولو بالكلمة يعني. فالإمكانيات صعبة صارت، وصار الفنان أو الموهوب يشوف أنه مستقبله خارج هذه البلاد للأسف الشديد. كلنا نتمنى يعني صار عنده قاعدة أنه أنا ما بكونش حاجة إلا إذا خرجت من البلاد. داعمين لكم دائما وأبدا بإذن الله. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، نتمنى نكون قد وفقنا فيها. ننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. وبالأخير هذه تحياتي أنا كرم بحشوان، وهي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم المشارك من قناة بلقيس في هذه الحلقة. نلقاكم على خير الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.